طيبة متابعينا الكرام، اليوم هو أول أيام بدء الامتحانات لشهادة الثانوية والإعدادية. الشهادة الإعدادية اليوم هي مادة الاجتماعيات، أما بالنسبة لشهادة الثانوية والقسم العلمي والأدبي لديهم أيضا الامتحان في ذات اليوم. سنتابع معكم سير الامتحانات في أحد المراكز في ريف إدلب الشمالي. طبعا مع سريان العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، أيضا هناك ترتيبات خاصة للمكفوفين لا نستطيع إظهارها حفاظا على خصوصيتهم. يكون هناك مراقب ويكون هناك أنسة هي مختصة بالكتابة في الحل للأسئلة، وأيضا الطالبة تقوم بحل الأسئلة، أي أن هناك من يقوم بذكر الأسئلة لها وهي تقوم بالإجابة.